أدى تسرب مادة النفط الخام من إحدى سفن المارة بساحل البحر الأبيض المتوسط في البلاد إلى إلحاق أضرار كبيرة، وصفها بعض المحللين والخبراء بأنها قد تكون كارثة بيئية، وهي الأقصى اللي بتمر بالبلاد منذ سنوات عديدة. هاي الكارثة اللي ألحقت ضرر حقيقي في مياه البحر وأدت إلى إلحاق أضرار أخرى بالثروة السمكية، واستوجبت استصدار أوامر بتمنع المواطنين من الوصول إلى الشواطئ لمنع التعرض لخطر التسمم. نتابع. في حاجة لتنظيف كل البواقي، البحر كل الوقت عم بيقذف لبرا كمان مواد، في المادة اللي بتضل بقلب البحر كمان، يعني لازم يفهموا كيف يطلعوها لهي المواد، لأنه لازم نفهم أنه عملياً المادة هي زي اللي بتسكر وما بيعود في إمكانية للأكسجين ولا لأي حياة تكون موجودة. اليوم الإشي معتمد أكتر على المتطوعين، بس الشغل كتير لقدام، في حاجة لتنظيف الصخر من جوا. احنا مرخنا تدريب، الشباب مرخنا هناك مع الناس المسؤولة متخصصة بهذا الموضوع، شرحوا لنا عن مدى الخطورة اللي صار والتلوث اللي صار في البحر للأسف، وحكونا انه نلبس هاي عبارة عن اكياس بالإجرين وبرضه كفوف بالإيدين احسن ما نتعرض للخطورة. اجينا نشتغل بايدينا بكياس وبكياس ونقيم اللي على الشط مش على المي، ممنوع نفوت على المي لانه في ناس للاسف قبل كم من يوم فاتت على المستشفى تعرضت لبعض الاصابات. احنا بنحب نشوف الدنيا كلها تنظيفه، واكيد جوار بيتنا نظيف، فبس سمعنا على الحادثه المؤسفه هاي فضايقنا كثير وحبينا نجي نساعد ونطوع يكون حوالي بيتنا نظيف وكل حيفا ومدينتنا. في عنا جروبات عم تسبح صيف شتاء، درجة الحرارة 22 درجة حرارة، فبيسبحوا صيف شتاء عادي يعني بالتمرين تبعهن، بس لسوء الحظ ما كناش نعرف وفجأة بلشوا يوصلوا الصور ما كانوش بقع صغيرة، الصور كانوا شطوط مغطاية بأسود، وهي صدمة كانت إلنا مع أخوي وبنت أخوي دغري هن اللي كانوا فاضيين، ونزلنا واشتغلنا تقريبا 5-6 ساعات عبينا 25 شوال زفتي، هاي الكمية اللي كانت كل الشطوط كانوا معبيين زفتي، يعني كل اللي فات مع كندرة حتى لو مش شوي اللي كان قدر توسخت على طول، وجزء منها كمان صعب كتير يتنظف من ناحية الشغلة هاي. بس الصدمة الأساسية تبعتنا كانت كمية السمك وكمية السلاطعين اللي كانت على شطوط البحر بعدنا وصلت صورة الحوت اللي قبال أشدود طلعت. إذا هذا غير إنه هذا بس اللي عم نشوفه بالعين، في اللي عم بتبخر عم نتنفسه إحنا طبعاً وكل الحيوانات اللي حوالينا بتنفسه، في اللي عم بغرق وهذا موجود على قاع البحر، وإحنا موجودين بمنطقة مسكرة يعني ما فيش هون، إحنا مش بمحيط، المي رح تبقى ملوثة عدة أشهر، وجزء من الخبراء عم بقولوا لك 10 سنين لقدام.